سهيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه لما أتى إلى مكة في الجاهلية. سهيل بن عمر الدوسي قبيلة دوس كانت تسكن من مكان ليس بعيد جدا من مكة. لقد أغلاظه وأتى إلى مكة. ورسول صلى الله عليه وسلم يوم من هو كان يدعو الناس إلى الدين. فأهل مكة القريش كانت تحذر الناس عن رسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تصل من كلامه رجل ساحر يسحرك ويجننك وغير ذلك. فهو كان رئيس رجل عاقل فهيم فخاف بما هم قالوا عن رسول صلى الله عليه وسلم فليحذر نفسه عن هذا الشر ومن السحر وغير ذلك فصد اذنيه بقطن حتى لا يسمع كلامه. تجول في مكة قضى من حوائجه إلى أن لما أراد أن يخرج من مكة فما كان كما كانوا يفعلون في الجاهلية كذلك أي واحد الذي كان يأتي في مكة فما كان عامة يعود إلا هو كان يطوف البيت. هو كذلك قبل ما خرج من مكة جاء يطوف البيت فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم هناك بجنب الكعبة يدعو الناس فرآه ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاذبا فبدأ يتفكر وقال لنفسي أنا رجل عالم أنا أعرف الشعر أو أعرف التاريخ فلو كان يتكلم في الشعر فأستطيع أن يقيس ما أخطأ وما أصاب لو كان يتكلم في التاريخ كذلك فأنا أعرف فأنا رسل لست من حماقة لا حاجة لي أن أسود أذني فأخرج السد الذي كان وضع قد وضع القطن فأخذه إلى أن سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالكلام عجبا قال تبارك الله كتب لك الهداية فلا تقوي الشهادة الحمد لله وقال للرسول صلى الله عليه وسلم من أعود إلى قومي وأدعوهم إلى الإيمان فعاد إلى قومي يدعوهم إلى الإيمان وكان رئيس القوم. لما وصل إليهم وأقترب من الأقرباء رأى ممكن أول واحد الذي رأى إما الأم أما الإمرأة فهو قال لها لست منكم ولست مني فلماذا؟ قال إلا أن تشهد بشهادة الإيمان فشهدت يا أسلم ومن بعد أبوه كذلك أسلم بنفس القول ولكن من بعد القوم رفضت ما كانت تريد أن تسمع ما أن في الجاهلية كانوا يعقلونه جدا يطيعونه ولكن لما جاء داعيا إلى الإيمان فإلا بعد قليل جدا من الأقرباء نفس البيت الزوجة والأم والأب ممكن إلا هذا عامة القوم رفضت أن تشهد بالإيمان استمر فيهم ولكن ما رأى أي نتيجة إلى أن غضب على القوم ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان غضبان على القوم وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو على القوم حتى الله تبارك وتعالى يفلكهم جميعا
فرسول كريم صلى الله عليه وسلم دعا ولكن ما دعا عليهم بل دعا لهم بالهداية. وقال له أرجع وأرفق بهم، وكان شديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أرسله داعيا وأرسله لين ألين ما يكون، فبما رحمة من الله لنت له. من الأوصاف التي تتقوى به بها الدعوة كان لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده أن يكون داعيا بهذا الصفة باللين، فقد أرجع إليهم وأرفق بهم. الشيء المهم أن ننظر إلى أن نلاحظ في زماننا هذا كثير ما نسمع وناس يقولون أن هذا الدواء يحتاج إلى العلم. أولا عليكم بالعلم، وبالجهل الدعوة لا تمشي. فرسول كريم صلى الله عليه وسلم إلى طفل بن عمر رضي الله عنه ما قال مثلا أنت ما تعلم شيء من القرآن، أتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به ورجع إلى القوم، ما تعلم لا من القرآن ولا حديث ولا فقه ولا أي شيء، ما كان عنده، وبه ورجع إلى القوم والقوم ما قبلت. فلما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال مثلا ليس عندك شيء من القرآن ولا من الحديث ولا فقه، هذا لا يفيد. أول تتحصل شيء من العلم، مما تعود للقوم حتى مبني على هذا العلم تدعو القوم ممكن تستفيد والقوم تستقبل وتقبل الدعوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشده إلى أن يجمع الذخيرة في العلم وبه يعود إلى القوم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى صفة من الأوصاف الله أي باللين، فرجع إلى القوم واستمر فيه تقريبا ممكن 8 سنوات شيء، زمان طويل، مع أن ليس بعيد جدا عن مكة، قبل التدوس قريب من مكة، ولكن هو كان مشغول في الدعوة واستمر في الدعوة، ما رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى مدينة، وهو قائم بعمل الدعوة في قومه، إلى أن أتى إلى مدينة بقوم تقريبا 80 بيت من قبيلة الدوس، كلهم أسلموا، وفيهم أبو هريرة رضي الله عنه كذلك. بعد ما ذهب للقوم لمدة تقريبا 8 سنوات، لا أتذكر بالضبط، وأنا أسرع كتب وصل قريوني لهم، لما هو أتى إلى مدينة في هذا القوم رسول كريم صلى الله عليه وسلم راضي به، ما قال مثلا أنت ما أتيت إلينا وما تعلمت شيء من الدين بقيت على الجهل، ما قال. بل هو كان قائم والله تبارك وتعالى أعطاه العلم كذلك، مع أن ما سمع شيء من القرآن ولا من الحديث. إذا كيف تحصل العلم وما معنى العلم؟ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه من كبار العلماء في هذه الأمة إلى أن يأتي يوم القيامة. في زمانه كان ولي من أولياء الله اسمه بشر الحافي، ما كان عالم، بشر الحافي مشهور معروف، بل هو ما كان عالما، وأحمد بن حنبل رحمه الله عليه عالم معروف، كان يوقر بشر الحافي جدا، الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله عليه. يوم رجل سأله كيف شيخ أنت عالم الناس،
وهذا بشيء ليس بعالم، وأنت تؤقته توقيرا. فقال أن نحن علماء بكتاب الله، أما بشر حافي هو عالم بالله. نحن علماء بكتاب الله، وبشر عالم ليس بكتاب الله، هو عالم بالله. هو يعرف الله، ونحن نعرف كتاب الله. مثلا عالم من العلماء في زمن هذا قرأ كثير في سيرة رسول صلى الله عليه وسلم، كتب السير، قرأ بواسطة هؤلاء الكتب التي هو قرأ، وتعرف برسول صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول صلى الله عليه وسلم، كيف عمله، وكيف خلقه، وكيف يعني بسبب أن تشوق إلى القراءة وقرأ كتب السير، فهو بواسطة هذا القراءة هو وصل إلى رسول صلى الله عليه وسلم وأخذ من علم كثير، حتى صار عالم برسول صلى الله عليه وسلم بواسطة كتب السير. أما عائشة رضي الله عنها ما قرأ ولا واحد من كتب السير، لا ابن هشام ولا أي واحد من بعد. أما أمر واضح أن عائشة رضي الله عنها كانت تعرف رسول صلى الله عليه وسلم أكثر وأفضل من أي واحد الذي قرأ كل هؤلاء الكتب، لأن هي عاشت مع رسول صلى الله عليه وسلم وصاحبته. فالذي يصاحب ويحب كذلك فهو أعلم به. الصحبة مع المحبة، لأن بالصحبة هو يرى الظاهر، وبالمحبة يرى الباطن كذلك ما في قلبه، لأن الذي لو تحصل فيما بينه المحبة فتنتقل العواطف، لو يكون محزون فالذي يحبه يشعر أنه محزون، الذي لا يحبه قلبيا هو بعيد، سرور الحزن في الداخل لا يشعر، أما المحبوب يشعر. فالذي يصاحب ويحب في نفس الوقت كذلك بالصحبة ويرى الظاهر، وبالمحبة ويرى ما في القلب كذلك العواطف وغير ذلك. فعائشة رضي الله عنها إذ هي كانت مع رسول صلى الله عليه وسلم وكانت فيما بينهم المحبة كذلك، فالله تبارك وتعالى رزق بالعلم الظاهر والباطن ما يتعلق برسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ كتب السير ممكن أنه يتحصل من العلم كذلك، ولكن أبدا لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلت إليها عائشة رضي الله عنها بما يتعلق بحياة رسول صلى الله عليه وسلم. من هذا المعنى قال أحمد بن حنبل رحمه الله أن نحن أعلم عالم بكتاب الله، أما بشر حافي هو عالم بالله. عائشة رضي الله عنها هي عاشت مع رسول صلى الله عليه وسلم فعلمت بما يتعلق برسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أحد يعيش مع الله، فكيف قال أنه عالم بالله؟ لا يعيش مع الله ولكن يتحصل المعي كذلك، الذي مثلا تحصل الصفة إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين وغير ذلك. فالذي تحصل صفة الصبر مثلا أو صفة الإحسان وغير ذلك هو كأنه يعيش مع الله بالعمل وبالقرب وبالأعمال كذلك، يتحصل القرب والذكر، وأقم الصلاة للذكر. لما يتحصل فيما بين الناس الذكر ما بعد، وجاء من عبد الله قال عبد الله شيء، ورجع إلى عبد الله ويقول شيء، وفيما بينهم المذاكرة والذكر، فهذا كذلك يقرب.
ويتحصل فيما بينهم العلاقة والمحبة. فبالسجود كذلك القدس الرسول لماذا واقترب؟ فبالآمال وبالدعوة وبالعواطف واقترب من الله وكان مع الله. فحقا لأحمد بن حنبل رحمه الله عليه أن يقول الله هو عالم بالله، له دليل، لأن الله تبارك وتعالى أعطى الآمال والأوصاف التي تتقرب بها إلى الله. ففي ابن عمر الدوسي رضي الله عنه ما كان مع رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن طفل ابن عمر الدوسي من قبل الدوسي ما أتى إلى مكة، فما جلس عند رسول صلى الله عليه وسلم وما سمع من كلام رسول صلى الله عليه وسلم إلا كلمات بسيطة، ولكن هو قائم نائب عن رسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله. مع أن ظاهر المكان وبعيد، ولكن إذ هو نائب عن رسول صلى الله عليه وسلم فتحصل فيما بينهما الربط بين النائب والمنيب. فأي ربط يقرب ويصير كمثل جسر فيما بينهم في تبادل شيء، العواطف والفكر والعلم وكل شيء، كمثل سلك كهربائي يتبدل القوة الكهربية حلقة الوصل. فكمان بالسلك الكهربائي مثلا يتبدل، فالنائب والمنيع كذلك بسبب أن هذا العلاقة فيما بينهم والعواطف والأفكار تتبدل بها، وعملي حقيقة يتحصل فيما بينهم القرب ما أنا مكانا بعيد. فهم تحصلوا هذا القرب، وهذا حقيقة أصل العلم، علم الذي نحن نسمي في زمان هذا اليوم غير الذي الله تبارك وتعالى رزق الرسول صلى الله عليه وسلم. أول وحي نزلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جبريل عليه الصلاة والسلام يقرأ، ولكن ما وضع أمام رسول صلى الله عليه وسلم أي قرطاس الكتاب ولا شيء بالأحرف مكتوب، ما كان شيء، ولكن قال اقرأ. ورسول كريم صلى الله عليه وسلم اعتذر ما نبي قارئ، فلما الأستاذ يريد ولا يستطيع يقرأ فما يفعل؟ يعلم. فجبريل عليه الصلاة والسلام جلس يعلم رسول صلى الله عليه وسلم. فالترتيب التعليم معروف عندنا أن يعلم هذا ألف هذا باء هذا تاء، ولكن ترتيب جبريل علم ولكن بالقرب، أخذه وضمه واشتد حتى تعلم رسول صلى الله عليه وسلم فأرسله كأنه علمه فقال تقرأ. كما أن الأستاذ يعلم ينبغي يطلب من التلميذ قد علمته فأقرأ له، فقال أقرأ، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم حتى الآن ما سبق فاعتذر ما نبي قارئ، كرر نفس التعليم أي أخذه وضمه فأرسله وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك اعتذر. فجبريل عليه السلام رجع إلى نفس العمل، أخذه وضمه إلى أن رسول كريم صلى الله عليه وسلم قد تعلم. لما ما قال اقرأ فقرأ، يعني قد تعلم، ولكن ترتيب التعليم كيف؟ بالضم والقرب، ما علمه بالأحرف كتاف القلم والشيء، بل علمه قرب. فالله تبارك وتعالى يعلم بالقرب
طفل ابن عمر دوسي رضي الله عنه وكان قريبا مكانا كان بعيدا، ولكن بسبب العمل والعواطف والفكر والتباع والطاعة صار قريبا رسول صلى الله عليه وسلم من ناحية العواطف في القلب. فبهذا القرب تعلم الله تبارك وتعالى القلب علم. رسول صلى الله عليه وسلم كان عالما أرسله معلما، إنما بعثت معلما. رسول كريم صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المعراج، لما رجع فقال أن قد قرأت رأيته مكتوب على الجنة لا إله إلا الله وغير ذلك. هذا كان في المعراج. في صلح الحديبية لما أراد أن يمحو محمد رسول الله فما كان يستطيع أن يقرأ أين محمد رسول الله، فسأل لأن أشار إليه هذا هو محمد رسول الله فمح. هذا بعد ميراج، هذا بعد ميراج في الحديبية. فإلى أن صلح الحديبية حقيقة أصلا إلى آخر حياته ما كان عنده عند رسول صلى الله عليه وسلم علم بحرف العربية الفاتحة أو غير ذلك، ما كان عنده، كان أمي إلى آخر يوم القيامة الله تبارك وتعالى يناديه بالصفة أنا أمي، دليل أنه بقى أميا مات أميا. لما ذهب إلى ميراج وقرأ على الباب مكتوب، كيف قرأ؟ فليس هذا العلم والقراءة ترتيبا معروف عندنا. هذا كان علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ ولكن يقرأ بدون الأحرف. فالعلم الحقيقي الله تبارك وتعالى أي واحد يرزق به، الله تبارك وتعالى كذلك يرزق بهذا العلم الأصلي الحقيقي الذي يقرأ بدون الأحرف. بشير حافي رحمة الله عليه ممكن كان عنده شيء من هذا العلم الذي أشار إليه أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه أعلم بالله، فأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أغلبهم ما كانوا يقرؤون شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم راضي به بل كان يفتخر به، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحصل أعلن، ما كان شيء يستحي عنه، يستحي ولكن هذه الأمة لا يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم، أفتخر به إن أمة أمية لا نكتب ولا نحصل. ولكن أعلم الناس وأنتشر في العالم كله معلم يعلمون، أتوا إلى يمن في زمان رسول صلى الله عليه وسلم، إلى روم في زمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتح فارس، فتح يونان، مصر وغير ذلك في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتوا أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الدول كلها، أتوا معلمين وهم بأنفسهم لا يقرؤون شيء، فأتوا معلمين ماذا كانوا يعلمون؟ ما هذا العلم؟ أن يعرف بالله حتى يتحصل في القلب، يصل في القلب العلاقة فيما بينهم بين المخلوق. هذا كان العلم الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام وألقى في قلب رسول صلى الله عليه وسلم بالقرب في الضمة، ألقى في القلب حتى صار نائب عن الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم فلان النائب عن فلان. الأب أرسل ابنه وأتى إليه قل هذا من قبل أبي باسم أبي، أو السفيد يقول شيء من قبل الملك
سفير بنغلاديش ذهب إلى مصر مثلا، ما زال القرب بين هذا السفير والملك، فالرسالة والقول كل شيء مقبول عند ملك مصر، ولو انقطع السفير موجود، ولكن تغير الأحوال في الدكة. هذا السفير الآن لا يأتي إلى وزير مصر، فلا يهتم بكلامه، يقول صحيح وأنت سفير ولكن قد انقلب، يعني قد انقطع. فذا ما بقى العلاقة فيما بينك وبين الملك في الدكة، فلا تستطيع أن تنوب منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تحصل القرب وثبت القرب، فكان يستطيع أن أقول بسم الله، يقرأ بسم ربك. إلا قبل هذا بسبب البعد والانقطاع ما كان يستطيع شيئا أن أقول أنا بسم ربك، إلا أن ثبت القرب. فالدين يحتاج إلى علم، ولكن علم الذي جاء برسول صلى الله عليه وسلم أصله القرب والمحبة والانتقال العواطف. جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ في الزنا، أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم غضبوا، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم ما غضب، بل جلس يعلمه. وكيف؟ الأذن قربه إذ اقترب من رسول صلى الله عليه وسلم، كرر أذن سيدي أذن ممكن ثلاث مرات، كما أن جبريل عليه الصلاة والسلام كذلك غمه ثلاث مرات إلى أن اقترب جدا من رسول صلى الله عليه وسلم. فرسول صلى الله عليه وسلم جلس يكلمه، هل تحب أن أحد يفعل مثل ذلك بأمي؟ لفداك أبي أمي أنا لا أحب. وهل تحب أن أحد يفعل ذلك مع بنتك؟ فداك أبي أمي أنا لا أحب. طال الكلام، كرر 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 نفس الشيء تقريبا. المقصد بهذا التكرير نفس الكلام لا يعلم شيء، التكرير نفس الكلام لا يعلم شيء جديد، بل يتحصل القرب. كما أن مكانا صار قريب رسول صلى الله عليه وسلم، الآن بتكرار نفس الكلام صار داخليا فكريا وعاطفة أقترب رسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن تغير ما كان في قلبه تدريجيا. أخيرا رسول صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريف على صدره ودعا له، فهو رجع الصلاة. لما رجع إلى آخر حياتي ما كان شيء عنده أبغض من زنا، يكره. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب شيء، فلما رجع كان يكره. رسول صلى الله عليه وسلم ما علمه أي آية من الآيات القرآنية متعلقة بالزنا، ولا أي حكم فقهي، ولا حكم شرعي، ولا حكم فقهي، ولا آية من الآيات، بل ألقى في قلبه كراهته ما جاء به، كان غسل القلب الله عن هذا الفساد. فرجع، لما رجع فما كان يحب، كان يبغض. رسول كريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد، منع عن الزكاة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أراد أن يقاتله، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم ما كانوا راضين، كانوا خائفين جدا، لأن الأعداء كثيرة الآن أول أهل نسكت ولا نفهمك في هذا الشيء وغير ذلك. إلى أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يقاتل، يخرج إلى قتال هذا المرتدين أمانة الزكاة، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد عزم على هذا الأمر.
لما كلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبو بكر الصديق رد الكلام ليس بالأدلة من القرآن ولا حديث ولا فقه ولا شيء، بل ضرب على صدره قال والله هو الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الضرب غير رأيه، وكذلك اتفق مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله هو الحق. عمر الخطاب رضي الله عنه كما نعرف أنا ليس رجل ضعيف حتى بضرب واحد وينقلب، بل قوي جدا. فرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الضرب أثر على قلبه حتى الذي كان في قلبه العاتبة التي جاء به غيره، كما أن بالأفكار والدلائل يغير الأفكار. رجل بعد جاء فكر فقدم إليه الدلائل ضد هذا، لما يسمع الدلائل والدلائل تغير فكره، فكما أن الدلائل تغير الأفكار وكذلك القرب والإلقاء في القلب تغير العواطف. هذا النوع العلم الذي جاء بجبريل عليه الصلاة والسلام بالقرب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك بالقرب، الضرب على الصدر نوع من القرب. بعد قتال في يمامة لما استشهد كثير من الحفاظ، فخاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ضياع القرآن، فأتى إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطلب منه أن يجمع القرآن. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال هل أفعل شيء ما أفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي خاف أن تكون بدعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل فكره، أي ليس لهذا الأمر أي دليل من الكتاب ولا من السنة. فلما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال، ما قال لشيء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رد كلامه، ما قال نعم ما قال او غير ذلك، قبيل ما قال شيء، ولكن في نفس الوقت استمر ان يقول ضروري هذا الافعال هذا بدون دلائل، الى ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كذلك رضي وقال حتى شرح الله صدري، ما قال حتى فهمته فهم غير والشرح الصدر غير، الفهم بالدلائل أحكام فقهية يفهم بالدلائل بالأدلة ولكن الشرح الصدر ليس بالأدلة، شيء مباشر. فأصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن شرحت الصدور، وهذا يأتي مباشرة من الله، ألم نشرح لك صدرك، الله تبارك وتعالى القائدة رسول صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام طلب دعاء لشرح الصدر، رب اشرح لي صدري. فهذا أصل العلم، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو لا نور من ربي. أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم بالعمل والقرب بالأوصاف مثل الصبر والإحسان وغير ذلك تحصل القرب، والله تبارك وتعالى أشرح الصدور إيمان وقلبه. هذا أصل العلم. فالصحيح أن الداعي هو يحتاج إلى العلم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان داعيا، ما كان يدعو على الجهل نعوذ بالله، ولكن العلم الذي الله تبارك وتعالى نور قلب الرسول صلى الله عليه وسلم به وقواه به ليس العلم الأحرف واللغة والقواعد وغير ذلك، بل من هذا النوع يتحصل بالتضحية وبالقرب بالآمال. أما الأشياء التي تدرس في العالم كله في المدارس الدينية شيء يحتاج إليها، ولكن في نفس الوقت يشك أن هل هو من العلم كيف؟ لو أي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الاختبار، الاختبارات التي تكون سنويا في المدارس في العالم كله، بنغلاديش أو مصر أو أي واحد،
فأي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الاختبار في أي واحد من المدارس الدينية لا يستطيع أي ولو واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينجح في الاختبار الذي يبرح حاليا. مثلا الأسئلة على اللغة العربية قواعد صرف ونحو وغير ذلك فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا شيء لا صرف ولا نحو ولا قواعد فاعل ولا مفعول لا يعرف شيء فيفشل في اللغة أول شيء في التفسير ما قرأ ولا ابن كثير ولا أي واحد ولا قرطبي ولا ابن كثير فيفشل في التفسير في الحديث لا صحيح لا ما معنى صحيح ما معنى حسن ما معنى موضوع ما معنى مرسل لا أدري فيفشل هل قرأت شيء من البخاري من المسلم ما قرأت ولا أدري ما هو لا شك أن لا يستطيع ينجح ولو واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختفاء المدارس الدينية أما هم كانوا أصحاب علم الله أكبر والذين ينجحون قد يكون من أصحاب العلم ولكن في الشك أما بما يطالب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم شهادة من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه فما كان عندهم هذا العلم إذن الأشياء التي تدرس في المدارس الدينية كلها في العالم كله هل كلها فوضى ليس لها أي معنى ولا فوضى كذلك في نفس الوقت أصبح الناس يحتاجون إليها لورود إلى العلم للوصول إلى العلم شيء معين مثلا اللغة نفس اللغة ليس بها أي علم السماوي الذي جاء به رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده الأحرف أو شيء ولا قواعد اللغة فعل المفعول غير ذلك فرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به هذا العلم هذا من علم الجاهلية الشعراء واللغة وغيرها كان الأدب والأدب وكل شيء في الجاهلية استخدم في الدين كذلك اليوم لو نقرأ تفسير فنجد في التفسير مثلا شعر ابن قيس يستخدم لفهم القرآن أما هو بنفسه ليس بذلك من الجهال الذي يدخل في النار لأصحابه ولكن به يفسر بعض الآية لأن المفسر لما يبين أنا كيف استقام ما معنى هذا اللفظ مثلا فيأتي بدليل من ابن القيس مثلا استخدم في هذا الشعر بهذا المعنى شواهد ولكن في نفس الوقت هذا ليس بعلم ألف باطاسة ليس بعلم ولكن يستخدم لكتاب القرآن الأشياء التي تدرس في العالم كله في المدارس أشياء نحتاج إليها في زماننا هذا العجم مثلا لو لا يقرأ اللغة والقواعد والصرف والنحو وغير ذلك ويعجز عن فهم القرآن والحديث وكل شيء فصار محتاج جدا إليه ولكن في نفس الوقت ليس بأصل العلم بل وسائل وكذا النفس في التفسير والفقه والحديث وذلك حسب الناس يحتاجون إليه الضروري ولكن ليس الأصل هم كان عنده الأصل كما أن اليوم أي واحد يريد أن يعرف رسول صلى الله عليه وسلم كيف كان أعماله وكيف كان خلقه فعليه أن يقرأ في كتب السير ليس له إلا هذا أما عائشة رضي الله عنها الله تبارك الله أغنى عن هذا إذ يصحب رسول صلى الله عليه وسلم أما في زماننا هذا فصار ضروري ولكن ليس الأصل في نفس الوقت فصحيح أن الداعي هو يحتاج إلى العلم ولكن أصل العلم الذي كان من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كيف يأتي بالقلب والمحبة أول شيء الله
كما قال عبد الله بن الله عليه نحن عالم كتاب الله هو عالم بالله. كيف يكون عالم بالله؟ يحب الله ويكون معه. حب الله الإيمان، الذين آمنوا أشد حبا الإيمان. والأعمال القدر، واسجد بالسجدة يقترب، كونوا مع الصابرين مع الصادقين، فكذلك به يقترب إلى الله. فبالمحبة الله تبارك وتعالى يلقي في قلبه الأمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. مباشرة بواسطة الذين كانوا يحبون الله وبواسطة الأعمال التي تبلغ المحبة، وكذلك بحصول الأوصاف مثل الصبر إحسان وغير ذلك في شأنها. الله تبارك وتعالى مع الصابرين، فلو يتحصل بهذا الصبر ويكون مع الله ويتحصل معية ويتحصل المحبة، فالآن هو مع الله، الله تبارك الذي هو معه عنده ليه. كمثل أصدقاء صباحا من صباح إلى مساء هو يتجول معه، فهو عارف. كما أن لما أرادوا أن أهل مكة لما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، فالقريش تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أينه، فافتقدوا. فلما ما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنهم كانوا يعرفون أنه هو معه دائما. عند العلم أين هو؟ لا مثلا لو وجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأسأله أين رسول صلى الله عليه وسلم؟ فالذي معه عند العلم، الذي يحبه عند العلم. وكذلك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك به يتحصل من علم بما يطالب الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الإشارة إلى المحبة. وكيف القدر؟ بالتمسك بالسنة معية، كذلك معية بالسنة. فكما أن يتحصل معية الله بالأوصاف والسجود، وكذلك يتحصل معية الله بالسنة. السنة كمان سنة ظاهرية في العبادة والوضوء وذلك اللباس واللحية التقي. أعمق منها عمل الذي جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشيئين عبادة والدعوة. فالذي يطعم يستغفر العبادة ويقضي حياته في الدعوة، فأخذ بعملين مهمتين اللتين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العبادة والدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى وصفه بهذه الصفتين، عبده ورسوله، عبادة والدعوة. فأي واحد يأخذ هذين عبادة والدعوة، فالله تبارك وتعالى يلقي في قلبه العلم والقرب والمحبة. فالله تبارك وتعالى وآتنا العبادة والدعوة نتمسك بهما، الله تبارك وتعالى بهما إن شاء الله يربينا ويعلمنا. نسأل الله التوفيق. في ضوء الكلام حضرتك، ممكن تلقي الضوء على قصة الرجل الذي بال في المسجد ثم رجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس وأحسن الناس، فعلت كذا وكذا وما شتمني محمد صلى الله عليه وسلم وما ضربني ولو بسط علي لهلك. هل هنا تلقي الضوء على؟ نعم، كل حياة، كل حياة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها دليل. جزاك الله. فالصحيح أنك الناس لم يقولون أن عليكم بالعلم وتعطي العلم، القول صحيح، ولكن ما يعني بالعلم فيختفي. معنى العلم ليس التواريخ والتفاصيل وغير ذلك، بل معنى العلم الأوصاف التي تتجمل بها صفات، صفات العبادة وصفات الدعوة. الله خير، الله أحسن.
أنت وأبنت وجزاك الله خير. أكرمك الله جزاك الله. أنت باقي سنوات انقصت في كده بقي سؤال تفضل لماذا هذه العطاءات ليست عند علمائنا؟ هذا من العلماء سمعنا من العلماء من علماء نحن ان شاء الله ليس هذه العطاءات عندهم يعني انوار غير كل واحد له اللون له عطر اعترف الالوان تختلف جزاك الله خير